نصيحة المثمر، ناخذ العبرة من الخبرة. جينا باش نهضروا على واحد المشكل اللي تتعرفوا هاد الزراعه في هاد الفتره من الموسم، واللي هو مشكل ديال الفراشه الخطاطه او توتا ابسولوتا. اذا هاد الحشرات تكون موجوده في هاد الفتره من الموسم لان الظروف المناخيه هي تكون ملائمه للتكاثر ديالها، كذلك ان هاد الفتره تتزامن مع نهايه الموسم الفلاحي بالنسبه لزراعه الطماطم في البيوت البلاستيكيه، بحيث ان الفلاحه تقوم في هذه الفتره من الموسم بالتهويه ديال هذه البيوت البلاستيكيه، مما تؤدي الى ان كاع دوك الحشرات وبالضبط الفراشه تخرجوا للحقول ديالنا. اذا بالنسبه للاعراض ديال هذه الفراشه في الحقل ديالنا كيف ما تشوفوا، اذا هذه الفراشه الخطاطه تدير مجموعه من لي غالغي او ما يسمى بالانفاق في الورقه اللي كيف ما تشوفوا، مما تؤدي الى تدمير كاع الورقه ديال البطاطس. ولما قمناش لي غالغي او ما يسمى بالانفاق في الورقه اللي كيف ما تشوفوا، مما تؤدي الى تدمير كاع الورقه ديال البطاطس. ولما قمناش بالتدخل الكيميائي في الوقت المناسب يقدر يؤدي الى تدمير الجزء العلوي كامل وبالتالي توقف الانتاج. اذا بالنسبه للطرق العلاجيه كاين مجموعه من الطرق العلاجيه. اول حاجه اللي هي الطرق الوقائيه، كيف ما تعرفوا خاصنا اول حاجه نحترموا الدوره الزراعيه، وكذلك ازاله الاعشاب الضاره اللي كاينين في الحقل. ولكن تيبقى خصوصا بالنسبه للزراعه في بلانشون تيبقى الحل الاكثر نجاعه هو المعالجه الكيميائيه. كاينه مجموعه من المواد الفعاله اللي منها ايماماكسين بنزوات، بينوسات، انتاكسو كارب، هذو مجموعه من المواد الفعاله اضافه الى مواد فعاله اخرى اللي ممكن يستعملوها ضد هذه الحشره. قبل ما نختم الفيديو ديالنا كاين واحد الحاجه اللي مهمه اللي خاصنا نركز عليها، انه السر في النجاح ديال التدخل ديالنا او النجاعه ديال التدخل الكيميائي ديالنا هو الوقت ديال التدخل، انه وقت ما دخلنا بكري وقت ما كان الفعاليه اكثر. لذلك تنوصيو الفلاحه انهم يقوموا بمراقبه الحقل ديالهم، وانه وقت ما بان لهم اعراض ديال هذه الحشره او وجود هذه الحشره في الحقل.